لحظة الاعتزال. الاعتزال الكابتن أبو العز كان عشان الإصابة؟ كان عشان الإصابة. هو كان في إصابة، كان في ارتخاء في الرباط الصليبي، والإصابة دي ما كانش حد يعرفها، كانت لسه رباط صليبي جديد، عمر ما حد يعرفه. وبعدين أنا الحمد لله كانت عضلاتي قوية وكبيرة في نفس الوقت، ومحدش عارف، لدرجة إن النادي كان بيشك إن أنا بتمارض. وحصل حاجة ظريفة، هنلعب النادي الأهلي، فأنا مش قادر، لأن كانت رباط الصليبي الأعراض بتاعته إنك رجلك بتهرب منك، مفكرين عندك غضروف وقتها، غضروف أو أنت بتهرب. آه. فقلت لهم يا جماعة أنا بهربش، رجلي بتهرب مني، وده ماتش النادي الأهلي. قال لك لا، كان الكابتن بهاء مدير كرة، مصطفى رياض كابتن فرقة، قالوا لا، سيبنا اللعبة في المعسكر وخدوني لثلاث دكاترة بالليل يوم الخميس، لا داعي الذكر اسمه، كله أجمع أن أنا ما عنديش حاجة. ما هو لسه ما يعرفوش الإصابة الجديدة دي اللي اكتشفها. مستر تومسون مدرب النادي الإسماعيلي قال لي عندك حاجة في الرباط الصليبي، ما حدش يعرفه. فقالوا لي لا لازم تلعب يا كابتن بهاء. قال لي بص، يا تلعب يا تتوقف 6 شهور. وحضرتك بتقول تومسون مدرب الإسماعيلي استعانوا بيك في الإسماعيلي وقت رحت سنتين. رحت سنتين، كان من النادي الأهلي الكابتن هاني مصطفى، مصطفى من الترسانة كابتن أبو العز، وشحتة شحتة اسكندرية اسكندراني وسافرنا معاهم بتاع. كانت العلاقة حلوة جدا، أهلي زمالك إسماعيلي ترسانة، ما كان تروح وكان الدوري واقف موقوف. فمستر تومسون قال لي عندك الرباط الصليبي، فهلعب النادي الأهلي. قلت لهم خلاص ألعب، بس ما ألعبش إيه السردباك، لأن لو هربت مني خلاص. قلت لهم ألعب بكرايت على الأقل يبقى فيه تغطية، حد يلحق يغطي. فرحت لابس ركبة وألعب، ألعب بكرايت. كان زمان اللي يلعب بكرايت يلبس نمرة 2، يعني ما تلبس رقمك 6 وتروح بكرايت. فلبس نمرة 2 ونازلين، ونحن الفريقين بننزل مع بعض على السلم. وأنور سلامة لمح الرقم، فمن نمرة 2 ده هيلعب بكرايت. الله ده أبو العز، كان مستر هيدوكوتي. فقال له، قال له ده نمرة 2 أبو العز كان عامل كل خطته إن ما يلعبوش من العمق. لأن أبو العز كان موجود، يلعبوا بقى من على إيه؟ من على الحرف. فلوك بره بكرايت، قال لأني بكرايت، قال لك لا العب في العمق. في العمق. يعني شوف ذكاء المدرب بسرعه غير. انور قال له قال له ده ابو العز هيلعب بكرايت. فبيقول لي انت، قلت له هلعب بكرايت، ما انت شايف القرف اللي انا فيه. فلعبت بكرايت، الاهلي كسبنا 2-0، كورتين من الاهلي.